صباح الخير يا قمر. صباح الخير يا مامي. صباح الفل يا روح مامي. صباح الخير، عايزه اخنقها. تخنقي مين؟ اخنق دي. صباحك فل. صباح الخير. جاي معايا التصوير النهارده؟ ماشي. اليوم كامل بالباروكه، مش عارفه بالباروكه؟ بالباروكه ولا بالحجاب؟ بالحجاب. انت الدنيا اتلخبطت معايا كده. صباح كانوا بيقولوها باروكه. لا الحجاب، الحجاب. لا باروكه. الحجاب. باروكه. اسمع الكلام، باروكه. اصل سمعت حد عادي بيقول باروكه. لا الباروكه اللي هي بشعر، ده الحجاب حبيبتي. صباحك فل. مش عارفه بس بايظ شعري خالص بعد كده، لما بنام بس انا هقلعها. ماشي هنشوف 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 هنشوف. زوزو بتعملي ايه؟ بتفطري ايه؟ تتهان. تتهان؟ طب قولي لها شكرا. مفيش شكرا. انا بتعب. ايه؟ انا بتعب. انت انت بقى لا من بق من بق ليه بقى؟ لا ادي حته منك. لا حته. لا هي ما تاكلش الا من بقي انا بس. والله لا بق ماما بس. باكلش من بق اي حد غير بابي. الحق خطفها طلع يجري. ايه ده فيروز؟ شكرا. شطورة يا روزة، سقفوا الروزة. يا سيد الدنيا مش عاجباك ولا ايه؟ ده ساعدني النهارده والله. غزولة كملي اكلك يلا. شطورة يلا. روزة وريني دي العروسة؟ دي العروسة الجديدة؟ عم تشوفيها كده ليه يا روزة؟ هتطلع ميك اب وريني الميك اب، وريني وشها الميك اب حلو عليها ولا لا؟ بصي القمر، بصي فيروز عامله ازاي. غزوله لسه ما خلصتيش فطار؟ فطار؟ اه يلا غدا. والله هاكل والله. غدا سيبي التليفون وناكل. طب هاتي التليفون يلا. هاتي التليفون. هاتي التليفون. هاتي التليفون. يلا اسمعي الكلام يلا. اسمعي الكلام يلا. كنت هقع. ها تستاهلي مامي حبيبتك، مامي روحك قلبك عمرك حياتك تستاهل. الله يسامحك يا شيخه. طب يلا كلي. طب يلا عشان ما تزعلش منك. يلا بابا. طيب حراستي امي يا نور بتني ست الكل بموت فيكي، بوجودك تحلى دنيتي لو بصت ايديكي، ربنا يحميكي خليكي يبارك فيكي. ده لسه مخلص. الشنطه الجميله دي يا زوزو بابا جابها لها. واو تعور عليك يا زوزو. خد ايه الجمال ده بس ده. واو وبنكي بقى. ايه رايك يا تيتا؟ شيك قوي. بابا جابها لها، كانت معايا بتتفسح وجابها لها. جميله يا زوز، ذوقه حلو عبد الله. لا انا اللي اشتريتها. هي اللي اختارتها. هي اللي اختارتها. جميله يا زوز، عامله زي بتاعت الكبار. زي بتاعت الكبار. لا بتاعت الصغيرين. ايه بس الدلع ده بس؟ انا عايزه اصغر تاني عشان اتدلع كده. والله انا اللي عايزه اصغر تاني. اه والله. سيوده عامل ايه سيوده؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عمر عامل ايه؟ كويس. كويس برضو؟ اه. وجنى؟ كويس. طيب سلمني عليهم لما تروح البيت. ماشي. دلوقتي يا جماعه احنا بنعمل ان غزه لا قدر الله متصابه، فبعمل لها بقى بلاستر وشاش وقطن وكده وحاجات كده. ارفعي يا غزه راسك فوق كده عشان نعمل الدم بس. بعد الصلاة عليك يا حب الله. اه. بعد الصلاة عليك يا لؤي. ايه غزه عشان؟ لا 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 ما تقلقيش. ايه؟
بس هو سألك تعملي بتاعت الايد. ما انا لسه هعملك بتاعت الايد، استني بس كده عشان ايه باين بس ان ايه التعوير كده بقى، والدم بقى في كل حته كده والدم منطور كده. غزال متصوبه لا قدر الله، يا رب ما يكتبش عليكي حاجه وحشه ابدا يا بنتي. مش مهم، حلو 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 اللي على وشك دي، حلو مش مهم. هاتي بقى كده ايه يا حبيبتي، واحده هنا. لا خلاص بقى هي مش هيصه هي يعني يا جماعه. هيصه ده ربنا بعدكم. اصبري بقى اصبري بقى، يلا هاتي دراعك. لا ليه ده؟ ليه ده وانتي كبيره عمال ترفع ارفع ايدك تقولي لا، ارفع الحجاب تقولي لا. انتي اصلا يعني ايه؟ يلا بعدين كمل كمل كده. والحته دي اصبري بس، اصبري كده بس مربوط بس الربطه دي الاول. خد واحد. ها اصبري بقى كده. ها استنى استنى استنى، خد من الفرخه دي فين؟ لا 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 ايه رايكم كده؟ حلو وريني بقى. يا ما نفسك بقى كانك تعبانه. اه بص بص عيد خلاص، هي غزل عيد. دخل ايدك من كده وحطي ايدك كده كده تو الحته دي بس كده. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم يا جماعه؟ دوري الكاسه. يلا بقى تعالي شوفي دورك هتعملي فيروزة. انت قاعدة في الأرض كده ليه يا روز؟ كده ليه بابا؟ أمي حبيبتي اقعدي فوقي حبيبتي. أمي شطورة يا روز؟ لا ليه؟ زعلانة منك ليه يا ليه؟ ليه؟ أنا بهزر معاكي يا روز، أنا بحبك يا روز. روز أنا بحبك. روزة ما تقولي تعالي صوري معايا تحديات. عايزة تصوري معايا تحديات؟ اه انت كل اوعدك ان الاجازه الجايه انا هقول تحديات تيجي تصوري معايا. ماشي تزعليش. ماشي غزوله ممكن تاخدي ساندوتش ده من مامي؟ وانا كنت جعانه. كنت جعانه؟ انت بتعملوا ايه دلوقتي؟ بنلعب اللعبه دي. خبيتي ده ما ترماش في الارض. برافو يلا كل يلا. لوزه 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 صباحك فل يا لوزه. الحمد لله. صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ ندى بتعملي ايه؟ بتضرب محشي. بتضرب ايه؟ لا مانيش فيه والله، ممكن ناخد واحدة كده. عايزة مكة وسكر. ادوك بس. خدي دوق. بس انا مش في المحشي فعلا، دي حقيقة. ليه؟ ده انا مش هحط دوق. اديني محشي بس. لا انا مش في المحشي والله، انا يعني ممكن اكل واحده او اتنين بس عشان اذوق بس، ما اكلش محشي يعني، ما اضربش المحشي. اضرب 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 اضرب. هقفل بقى عشان هي مكسوفه تاكل. معلش يعني عامله نفسها اتيكيت ويوم اصورها لكم في الاتيكيت. اصورها لكم في الاستخبص. ها ايه ماما اللي في ايدك ده؟ بصل. بصل؟ لقيته في التلاجة. يا نهار بصل. سلمى صباح الخير. صباح النور يا عزيزي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ وانت يا حبيبتي ربنا يخليكي. رمضان كريم عليكي ان شاء الله. ايه ده؟ رمضان كريم احنا بنفطر. الله اكرم الله اكرم يا سلمى. ماشي. بس هتاكلي ايه بقى سلمى انت؟ ايه ده؟ لا انا عايز عيش مدور. عيش مدور اهو. بتضحك ازاي البرود؟ ايه ده باقي مين ده؟ باقي ندى. عاوزة اطمن. خدي سلمى. ايوه كده ايه تعملوا خلاص حرام. ماشي يا سلومه يلا ابدا. هتاكلي ايه دلوقتي يا سلومه؟ والله هو في خلطه فلفل بقى قايل. اه فلفل بطاطس وفول وبيض ومحشي من هنا وفلفلوله وزيتون وخيارولة. احلى عك ده. احلى عك ده هو العك بعينه اصلا. لا لا هو ده العك ده عادي ده عك. لا انا اكلت محشيه واحده بس عشان اتذوق بس. بس 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 ده جديد، ده حاجات موضوع جديد. ايه بالله عليكي بسم الله. يلا يلا حبيبتي يلا يلا بسم الله. نودة بص نودة بتاكل محشي اهي اهي بتاكل محشي. لا حي لا حي. صباح الفل يا قمر. هالنودة صباح الخير يا لوحي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير الساعة 10 الصبح يا بنتي الصبح. لا بتكلم على هند. بص
ما انا ماشي يعني بس سيبنا ناكله في الليله دي ولا لا؟ وانت بتاكلي ازاي؟ الهزوم زي ما بيعمل فيكي. استني استني باللحمه كمان تتعمل ازاي؟ استني خلاص انا قفلت الكاميرا خلاص اهو خلاص قفلت. شايفه ايدي اهو دودو خلاص انا بصور هند والله هنودي هنودي اهو بصور هند اقسم بالله هند اقسم بالله بصور هند اهو يلا هنا سند كلي كده سمولي 100 100 ايه الناس دي بتعمل اكل كده 100 100 كلي يلا انا باكل هند ندى مش جايباكي اقسم بالله خلاص باكل هند رز بصي لا حياتك انا محسي ابي احنا بقى في التحديات بص تاكل ازاي بص تاكل ده احنا في التحديات كانت اقسم بالله اكلنا مسخره ده احنا كنا بناكل لما دخلت معاها تحدي محشي محشي وكانت فراخ انا بص اي تحدي اكل كنت بكسبه وكنت بدخله وكنت بكسبه بس بعد يومين ثلاثه ما اكلش اقسم بالله انا ما انساش عمري يوم الفول ده يوم ما عملنا سندوتشات الفول تحدي سندوتشات الفول اقسم بالله اني اربع ايام ما باكل بطني مش متحملة انا بحبش الفول اصلا وساعتها غيرت كسبوني في الاخر بس انا اللي كسبت في الاخر والله انتي بخير انا بخير الحمد لله الحمد لله والله انا بخير الحمد لله الحمد لله اللي فات مات وعدى اللي اتقال واللي علينا واللي عايش يقول استاذ انا عارف طب واللي ميت يقول للعايش ايه ده خبي لنا مخي من الصبح بس ايه هنود العايش يقول للتاني مش جايباك يا سند ندى كلي براحتك انا جايبها لا انت كده بدك تكتب بتظبطي الواحد كده هو على بقه واحد مش بيتقطع نصين لا ايه والله انت بتعملي كده اهو تظبطي الواحد ماما شارق ميه بسرعه الماما ميه ميه بسرعه الميه ميه ودي يا ماما بعديها على طول كتر خيرك يا سلمى والله يا حبيبتي لا يا ماما ايه بس يا ماما انا لسه ما نزلتش الفيديو يا بتهدى يا سيودة عامل ايه سيودة عامل ايه هجيبها لك كنت اكلها بالرز بس ماما روحي جاد بصي وحشد محشي والله روحي يا ليه ايه يا بابا ايه يا بابا ايه يا بابا اديها محشي اديها محشي عشان بصورها هي شفتوا الخطه شفتوا الخطه زلطتها كده اهو كده اهو يا ليه ايه ده انت بتاكل ايه يا صالح الشيبسي الله هو ده الشيبسي يا صالح انت جايبه ليا صالح انت جايب الشيبسي ده ليا اكل معاك ايه فاكر زمان لا فاكر زمان ايه سندوتش الشيبسي سندوتش شيبسي او بالعيش اللي لما بيكون سخن بس العيش بيكون سخن طالع من الفرن كان شيفر معاكي سلوحه ممكن اخد واحده طبعا لا الله تفضلي يا حبيبتي لا تفضلي يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا صالح يا حبيبي ايه ربنا يخليك ليا انت قمر بحبك قول لهم ايه احلى يلا ايه قول لهم ايه احلى ايه شكرا يا حبيبي قول لهم ايه احلى ايه احلى حياتك تحلى لحلح لحلح مين بس يا عم لحلح مين بس غزوله بتعملي ايه تعملي ايه؟ ادي لتيتا شوية بطاطس يا غزل احمودي صبح يا باشا فيروزة الاكل بتاعك اهو يلا وريني اللعبة يا زوزة عبارة عن ايه؟ لسه افتح طب يلا وريني ده عبارة عن تشيز وريني كده وريني يا غزل الفرب يطلع ياكل الجبنه ويدخل وريني يا غزل وريني حطيه كده على الترابيزه الله الفرب يطلع ياكل الجبنه ويدخل يا روح وريني يا غزل شغالين واو يا روح يا جميل ياكل الجبنه وينزل حلو قوي يلا عادي بقى كلي لا فيروزه تيجي نعمله تحدي زي المره اللي فاتت لا سيبيني اكل بس لا كلوا براحتكم كلوا براحتكم يلا العادي غزل الحلوة دي الدنيا بتمطر صح؟ واو العادي ده فايخص هذا
يا غزل راحة فين؟ يا جماعة ماما أول مرة سمعت تيك توك، فرحانة قوي بالتيك توك اللي نزلته. ماما حلو تيك توك عجبك؟ جميل والله. لا دي قاعدة دلوقتي عمالة تلعب وتقول أنا عايزة أصور تاني، وتعالوا كلكم تصوروا لي تيك توك. عايزة أصور تيك توك كل شوية. فرحانة صح؟ هعمل لك تيك توك خاص اسمه الحاجة هند. خلاص ماشي. خلاص وتصور طول ما أنت قاعدة بتمسك التيك توك بتقعدي بتغني وتقعدي ترسم نفسك. ماشي؟ قطة. إيه روح القطة. بس أول ما عملت كده أعمل على التخن والتخسيس. التخن ما هي ده والله ما اعرفش سوا يا جماعه. على فكره انا عاملاه انا وغزل برضو هنزله برضو، بس انا قلت والله انت معايا عشان انت ايه ام يعني فاهمه. بس زوزه بتعملي ايه يا زوزه؟ بتعملي ايه؟ تلعبي بتركبيها مش هتعرفي؟ لا هعرف بجد. غزوله انت حب حياتي انت هتجميلي خالص والله يا روحي. الله يخرب بيتك بحب خالتك. الله يخرب بيتك بحب خالتك. يعني ايه ده على تيك توك برضو؟ لا امال ايه انت بتقولها لي؟ انا بقول لك الله يخرب بيتك بحب خالتك. لا بتقولي انا يخرب بيتك بحب امك. ايوه ما بقولكيش كده، بقولك الله يخرب بيتك بحب امك. لا انا بحبك. لا وحياتي ما تقوليش كده بجد والله. انا ما اعرفش يمكن بقول ما خدتش بالي. بقولك الله يخرب بيتك بحب امك. بقولك الله يخرب بيتك. لا ما بقولش الله يخرب بيتك. وحياتي تقولي. لا 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 لا. طب لما تقولي لي لما اقولها لك قولي ماما بصي انت قلتي ايه عشان انا مش بركز بقى في الكلام. يا خالص ماشي.